ايه كمان؟ تيجي هنا بقى تروح تقول والله انا جزء من السلسله بتاعتي او سلاسل الامداد بتاعتي، انا عايز اعمل ايه الداخليه يعني؟ انا عايز اوفر اللحوم باسعار قدر الامكان تبقى في متناول اوسع قطاع ممكن. عشان اعمل ده يبقى لازم اقلل من التكلفه قدر الامكان، او ما اخليش حد يلوي دراعي. فعلشان ما اخليش حد يلوي دراعي اعمل ايه؟ لازم امن الاعلاف. فعشان امن الاعلاف اعمل ايه؟ لازم الاول ازرع ذره صفراء وازرع فول صويا. فالاول مره، لاول مره مصانع الاعلاف في بلدنا تبدا تستلم الذره الصفراء تفعيلا للمنظومه التعاقديه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نفهم اكتر من دكتور هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة. يعني دكتور هدى تقعد كده مع معالي الوزير ويحط استراتيجية لأنواع الزراعات التعاقدية اللي عاوزين نشتغل عليها. ليه؟ بناء على المعطيات واحتياجات هذا البلد، مش كده يا دكتور هدى؟ اه طبعا. ازاي حضرتك الأول يا فندم؟ اهلا يا فندم. اهلا، منورانا يا دكتور. ده النور ليكم يا فندم جميعا، الله يخليك. الاول المواطن العادي هيسالني يعني ايه يا يوسف زراعه تعاقديه؟ وايه علاقه ده بالذره الصفراء والاعلاف وحاجات زي كده؟ الحقيقه الزراعه التعاقديه من ساعه ما الحقيقه فخامه رئيس الجمهوريه اصدر قرار رقم 14 لسنه 2015 بانشاء مركز زراعات تعاقديه، ده كان قرار يعني زي ما بيقولوها في الصميم، لان احنا عندنا مشكله المزارع المصري ما عندوش حته التسويق، فبالتالي ما بيقدرش بينتج من غير ما يعرف ايه المطلوب. النهارده الزراعات التعاقديه بتقول ايه المطلوب، بندرس السوق الاول قبل ما نبتدي ونوجه المزارع. فبالتالي طبعا في ضوء الازمه اللي حضرتك يمكن اتكلمت عنها وقبلها حكايه عدم تحديث زراعه الرز في اماكن معينه، فكان المحاصيل الصيفيه بتقابل مشاكل كبيره جدا زائد عدم تسويقها، فكان المزارع بيعزف عن زراعة الذرة الصفراء، محدش كان بياخدها. زراعة الصويا، زراعة دوار الشمس، السمسم، فبالتالي كان بيزرع دراوة حاجات مهمة لمزرعته وخلاص على كده، ويسيب الأرض تستريح يقول فترة الصيف. إلى أن جاءت الزراعات التعاقدية وبدأنا نشتغل في 2019 وبدأنا نقول إيه المطلوب، لغاية ما جه معالي وزير الزراعة مع معالي وزير التموين برعاية دولة رئيس الوزراء، إن هم حددوا سعر للصويا وللعباد أو الدوار الشمس على أساس إن احنا نزرع بدل ما نجيب البذرة من الخارج لأنها بتوفر في فاتورة الواردات. توجهنا كزراعة تعاقدية الحقيقة كمركز وابتدينا نعمل نوع من أنواع الترويج للمزارعين ونوجههم للموضوع ده. طيب كان ايامها حدد سعر 8000 للصويا و8.5 للدوار الشمس. الحقيقه زي يمكن قلتها في اكتر من محفل ان احنا ما خدناش، لان كانوا التجار بينافسوا وبداوا يرفعوا بعد ما كانوا بياخدوا ب 4600 جنيه الصويا ويبيعوها بسبعه بعد اسبوعين، وكانوا ما بياخدوش طبعا دوار الشمس ولا كان الذره، كان بيتاخد ب 2800. لغايه ما جينا الحمد لله السنه دي طبعا الحقيقه معالي وزير الزراعه اطلق حريه ان احنا نعمل حاجه اسمها سعر ضمان او سعر استرشادي. ان لا المحصول ما يقلش عن السعر ده، لكن لو زاد ناخد بسعر السوق. برضه فخامه رئيس الجمهوريه قال ناخد كمان، مش ما تدوش الفلاح بسعر السوق، بالسعر العالمي زي ما بنشتري من الخارج، ادي المزارع. فنزلنا الحقيقه وابتدينا ننشر الفكر ده، المزارع الحقيقه بدا يامن وبعدين عنده ثقه كامله في الحكومه او الوزاره. ابتدينا نتفق مع الشركات اللي هتبتدي تاخد ودخلنا في المنظومه، نجح جدا الصويا الحمد لله، وقمنا بزراعات واسعه جدا. لو حضرتك تنزل المنيا بني سويف هتشوف معظم الزراعات، وبعدين جوده عاليه جدا الفول بتاعنا اللي هو الصويا. دوار الشمس بدا يخش وبدات المصانع تعدل من المكن بتاعها عشان العصر. الكزبي يا فندم بيتباع وبيخش فيه الاعلاف، والبروتين بتاعه 44 و46%، حتى كزبي العباد نفس الحكايه. فالعمليه لما نجحت وبدانا نعمل سعر ضمان 8000 و8000 ونص ومع سعر السوق، وصل في يوم من الايام خدنا
الصويا ب 15,750 جنيه، ووصل برضو العباد وصلنا الاكسترا ل 12.5. والحقيقه المزارع كان مبسوط جدا، وفي نفس الوقت المشترين واصحاب المصانع ومصانع طنطا ومصانع النيل اللي هي السلع التموينيه، الحقيقه يعني كانت حاجه مربحه جدا. فابتدينا نقول نخش في الذره. الحقيقه برضو دي معالي وزير الزراعه عمل عده لقاءات كبيره جدا مع شركات الدواجن، وابتدى يخش معاهم في سجالات كبيره جدا على اساس ان احنا نورد لهم الذره الصفراء، وبدأوا يقول لازم سعر ضمان. كان الأول في اعتراض، لكن بعد كده اقتنعوا وعملنا سعر ضمان وخطابات كمان ضمان، وإن الحقيقة الناس ما قالوش لأ، وابتدينا نخش نعمل ترويج له، والمزارع فعلا تقبل الموضوع وزرعنا الحمد لله. والذرة الصفراء بتاعنا على درجة عالية جدا من الجودة والبروتين، كان بينقصوا طبعا وجه بحر شوية في الرطوبة بتبقى عالية، بنحاول ننصح المزارع ان هو ينشر شويه ويجفف وما يقلعش لما يتجفف. اما وجه ابلي طبعا بتكون درجه الرطوبه منخفضه ودرجه جميله جدا. فالحقيقه ابتدينا والحمد لله، وبدات المصانع الاعلاف تاخد مننا، شركات الدواجن تاخد. ده يعني قدام ان شاء الله هيبتدي يقلل فاتوره الواردات، وبالتالي السعر ان شاء الله هيقلل من اسعار اللحوم طبعا، لان دي كلها طلب مشتق، يعني طلب مشتق من الذره. هل يا دكتور، وانا اسف يعني على المقاطعه، ولكن قد يكون ده سؤالي الاخير، هل احنا ماشيين في خط ان احنا يبقى في عندنا اكتفاء ذاتي من انتاج الذره الصفراء والفول الصويا، يعني اكتفاء كامل على الاقل يغطي احتياجات مصانع الاعلاف زائد الاحتياجات الصناعيه الاخرى؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، كل حاجه بدايتها في الاول بتبدا ان شاء الله هنوصل. يعني كان السكر لما ما كان ما فيش بنجر سكر كان الاكتفاء الذاتي كان عندنا فجوه، النهارده الحمد لله خلاص احنا وصلنا تقريبا الاكتفاء الذاتي. احنا في خلال سنوات قليلة بإذن الله هنوصل للاكتفاء الذاتي. ليه؟ لأن حضرتك في توسع رأسي وتوسع أفقي. توسع رأسي إن احنا بننتخب طبعا مركز البحوث، يعني حاجة رائعة طبعا. الباحثين كلهم بيبتدوا يدوروا وبيعملوا أبحاث وتجارب على انتخاب بذور بتدي إنتاجية أعلى. طبعا حضرتك عارف القمح شكله إيه، والرز والذرة الحمد لله عندنا حاجات أصناف بتدي 4 طن. في نفس الوقت برضو والصويا بدأت أصناف عالية الجودة جدا، زائد إن احنا بدأنا نخش الحمد لله إن ربنا وهبنا لما قللوا المية الحمد لله في الفيضانات، عملت مفيد، عاملين مفيد في كذا منطقة، فدي إدت توسع في الأراضي الأفقي في الوادي الجديد، شرق العوينات، الضبعة، كل دي زرعنا فيها الحمد لله. ديك شفت القمح كان شكله إيه؟ صحيح. الذرة برضو رائع، وبيزرع بقى في عروات، يعني بيبتدي يزرع الذره في شهر 7 يحصد في شهر 10 11 12. وبعدين الذره مش مخزن بنجيبه في اخر السنه زي ما بنجيب من بره الحمد لله. يعني الامور هتتزن، على الاقل هيبقى احتياجك من الخارج اقل بكتير، وما يبقاش الاعتماد زي ما حصل ان احنا شفنا الحرب بتاعت اوكرانيا. صحيح. ومع روسيا. وبعدين خلي بال حضرتك مصر تعرضت لازمات، يعني الحمد لله ان ربنا فعلا لان ادخلوها امين. لا ربنا كبير وقدها وقدود طبعا. كورونا وحرب روسيا، لكن الحمد لله ان شاء الله بالتدريج كله هيجي. وبعدين المزارع المصري يعني كل سنه هو طايف في عيد الفلاح، يعني بيحب بلده جدا جدا جدا. صح. والبلد الحقيقه يعني فخامه رئيس الجمهوريه ملف الرئيسي اللي الواحد دايما يلاحظه هو المزارع الفلاح، المزارع الفلاح. وطول الوقت البلد بتشجع المزارع وبتدي له حقه زي ما حضرتك قلت، يعني حتى ولو كان بالسعر العالمي يبقى هياخد حقه بالكامل. انا بشكرك جدا يا دكتور هدى. كمان برضو يعني لا اله فاتني ان انا اشكر، كانت ازمه الاسمده وشوف عدينا فيها الحمد لله، ما بقاش عندنا ازمه خالص، لدرجه سماد المحصول الصيفي المحصول الشتوي متوزع من دلوقتي في جميع الجمعيات، فدي طبعا يعني الحمد لله نشكر عليها يعني الحقيقه القائمين بالعمليه. احنا نشكر ربنا اولا، ونشكر حضراتكم بصراحه على هذا الجهد اللي بتبذلوه علشان خاطر تامين الغذاء للمصريين، ودي حاجه مهمه الى ابعد الحدود.